متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. أحوال جوية غير مستقرة للغاية بانتظار أجزاء واسعة من المملكة، وأول حالة مطرية قوية واسعة النطاق منذ فترة طويلة يتوقع أن تؤثر على عموم مناطق شمال ووسط وشرق شمال وغرب ووسط المملكة وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. سنبدأ هذه النشرة الجوية باستعراض ما يسمى بخرائط توضح درجات الحرارة للكتل الهوائية في طبقات الجو العليا. هذه الألوان كما تلاحظونها باللون الأزرق هي تنم على وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا أو ما يسمى بمنخفض جوي علوي. هذا المنخفض الجوي العلوي يتوقع بمشيئة الله أن يتحرك من الأراضي المصرية بمسار غير اعتيادي باتجاه أواسط المملكة، وهو يهبط إلى مناطق ذات عروض متدنية في مسار غير اعتيادي. هذا المنخفض الجوي العلوي ما يسمى عرفا بالأرصاد أو بالكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا، بذلك المسار تتصادف مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر القادم من الجنوب. هذه خرائط الضغط الجوي تشير إلى ذلك، ومن ثم تشكل منخفض جوي في شمال المملكة. هذا منخفض يتعمق تدريجيا ويتحرك باتجاه الشرق ويؤثر بجبهة هوائية باردة على مناطق مختلفة من المملكة، الأمر الذي سيسهم بمشيئة الله تعالى على وجود حالة مطرية شديدة الطابع في بعض الأنحاء وعلى حالة شاملة لمناطق مختلفة من تقريبا شمال غرب وغرب ووسط وشمال شرق المملكة بمشيئة الله تعالى. سنتعرف الآن على كيفية التسلسل الزمني لفرص هطول الأمطار. إذا مع ساعات متأخرة من الأربعاء تبدأ تخاريج بحرية وأجواء رعدية ممطرة، عدم استقرار في سواحل تبوك وبعض سواحل الشمالية للمدينة المنورة تحديدا عند أملج والوجه حقل شمالا وتبوك بحد ذاتها كمدينة. تتحرك هذه السحب تدريجيا باتجاه الشمال مع وجود تخريج بحرية أحيانا على المناطق الساحلية وباتجاه تبوك وجبال تبوك. أمطار رعدية تكون غزيرة كفيلة بجريان الأودية، تشكل سور قد تكون جارفة في عموم هذه المناطق مع ساعات متأخرة من يوم الأربعاء وصباح وفجر يوم الخميس مع دخول هذه السحب أيضا إلى داخل الأردن مع ساعات تقريبا نهار يوم الخميس. كما تلاحظون أمطار رعدية غزيرة على سواحل ينبع والسواحل الشمالية لينبع وسواحل تبوك والوجه، عموم مناطق محافظة تبوك تصل إلى الجوف وسكاكا القريات شمالا من الطريف أجزاء من الحدود الشمالية داخل الأردن أيضا بمشيئة الله تعالى. بعد ظهر يوم الخميس يبدأ حزام من الأمطار الرعدية بالدخول نحو أكثر مناطق الجوف والحدود الشمالية، يصل ربما إلى المدينة المنورة. تخريج بحرية محتملة تدريجيا أن تظهر قبالة سواحل جدة تدخل ضمن نطاق الحالة، وأيضا تدخل الحالة الجوية في منطقة هائل. بعض الألوان هذه تشير إلى بؤر ذات أمطار رعدية غزيرة كفيلة بجريان الأودية وتشكل سيول جارفة على مناطق الحدود الأردنية وبعض مناطق الجوف وأيضا السواحل أحيانا. يستمر دخول هذا المنخفض إلى الداخل وبالتالي تحرك نطاق الحالة المطرية ليشمل حائل جميع مناطق الحدود الشمالية من عرعر وربما رفحاء إسكاكا. تخف الحالة الجوية على تبوك حينها، ولكن تبدأ الأمطار بالامتداد جنوبا تصل إلى رابغ وربما جدة مع ساعات مساء يوم الخميس تشمل المدينة المنورة وتقترب من القصيم. اعتبارا من ساعات فجر يوم الجمعة تزداد بشكل لافت فرص الأمطار على مدينة جدة، تصبح في مرمى تأثير هذا المنخفض الجوي. هناك فرص لأمطار رعدية حقيقية غزيرة في المناطق المحيطة بجدة ومدينة جدة بحد ذاتها، أيضا باتجاه مدينة منورة، حائل، عرعر، أجزاء من الجوف، رفحاء قد تقترب من حفر الباطن وأجزاء من القصيم. كما تنشط سحب ركامية رعدية نادرة، نقصد بنادرة بأنها ستتشكل فوق البحر الأحمر مع التيارات الشمالية وليست مع التيارات الجنوبية. هناك هواء بارد سيمر فوق البحر الأحمر سيتلاقم مع هواء ساخن ينشط على أثره تخريج بحرية ذات طابع رعدي تتحرك من الشمال إلى الجنوب وليس بالعكس. بالعادة في البحر الأحمر التخريج البحري تتحرك من الجنوب إلى الشمال أو من الجنوب إلى من الغرب إلى الشرق، هذه المرة ستكون شمالية إلى شمالية غربية وتضرب السواحل الغربية الشمالية الغربية من المملكة، وهي نظام مختلف عن التخريج البحرية في مدينة جدة. سنلاحظ أنه يوم الجمعة نهارا مع دخولنا في ساعة النهار
هناك حزام من السحب الرعدية الممطرة يشمل مناطق مختلفة من جدة، مرتفعات الطائف، مرتفعات مكة، مرتفعات ومدينة المدينة المنورة، حائل شمالا باتجاه حدود الشمالية رفحاء عرار وسكاكة، أجزاء قريبة من حفر الباطن، مع نشاط جديد لتلك السحب الرعدية تتشكل فوق المياه الدافئة الناتجة عن الهواء البارد الذي يمر فوقها، تضرب السواحل الشمالية الغربية من تبوك والوجه على وجه التحديد. هذا الحزام من السحب الركامية الرعدية يصبح شديدا أحيانا كما تحضرون هذه الألوان مع ساعات مساء يوم الجمعة، ربما على رفحاء وأجزاء ما بين حائل والقصيم، ويصل جنوبا ربما إلى مناطق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، قد يصل حتى وادي الدواسر، مكة المكرمة، جدة، أجزاء من الطائف، مع اشتداد كبير هنا على الجانب الآخر الجزء البارد من هذا المنخفض، أمطار من جديد على الجوف، مناطق القريات الطريف، تبوك، وأيضا السواحل الشمالية الغربية من المطلة على البحر الأحمر بمشيئة الله تعالى. لاحظوا معي هذه السحب الغريبة النادرة تتشكل في البحر الأحمر نتيجة التعمق الكبير لهذا المنخفض الجوي جنوبا والغير معتاد، تتشكل فوق البحر الأحمر نتيجة الهواء البارد الذي يمر فوق البحر الساخن وتدخل إلى هذه السواحل. طبيعة هذه الأمطار تكون شديدة أحيانا، غزيرة جدا، قد تصل ينبع سواحل الأملج أيضا في المدينة المنورة، مع استمرار وجود أمطار رعدية على القصيم قد تكون كثيفة غزيرة، رفحاء، الحدود الشمالية أيضا، تصل أيضا بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. تلك السحب التي تحدثت عنها غريبة تتشكل فوق البحر تصل حتى المدينة المنورة وهو جزء بارد، حتى ربما تقترب من جدة ورابغ، وتمتد الجزء الآخر من الأمطار نحو المناطق الجنوبية، وتقترب حزم من السحب الركامية الرعدية من العاصمة الرياض، وتشمل هذه الأمطار مناطق مختلفة من المملكة. وهناك نشطاء ولجان لجنة تسمية الحالات الجوية تسمي هذه الحالة استباقا بحالة ممطرة تسمى عطاء نظرا لتوقعات بشموليتها بشكل كبير، وما أوردته سابقا هو ملخص لما ربما يحدث من ناحية تسلسل زمني للأمطار وطبيعة هذه الأمطار أنها تكون رعدية غزيرة تسبق بنشاط كبير في سرعة الرياح، قد تكون مصحوبة بزخات من البرد الذي قد يكون كبير حجما كثيفا في بعض المناطق، وتسبق بالرياح نشطة أحيانا وتشكل جبهة هوائية باردة. هذه خرائط الغبار متوقع يوم الخميس أن تنشط الأتربة والغبار بشكل كبير على سواحل المنطقة الغربية في جدة ومكة نتيجة الرياح الجنوبية في مقدمة المنخفض الجوي. في المقابل هناك رياح جنوبية شرقية إلى شرقية في هذه الأجزاء تشمل الدوادمي، مجمع بريدة، حائل سكاكة والحدود الأردنية نتيجة الرياح القوية، ولكن يوم الجمعة مع تبلور جبهة هوائية باردة هناك غبار وعواصف رملية قد تكون كثيفة على القصيم والأجزاء الشمالية من محافظة الرياض وربما حتى مدينة الرياض، حفر الباطن، مع بقاء بعض الأتربة المثارة في بعض المناطق الأخرى من المملكة. نعود إلى توقعات الأحوال الجوية اليوم، يعني يوم الأربعاء في العاصمة الرياض. درجة الحرارة ترتفع بشكل لافت 26 درجة مئوية، الطقس يميل للدفء والأجواء غالبا صافية. في العاصمة الرياض هناك توقعات يعني بوصول بعض الأمطار ربما يوم السبت أو حتى في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، سنتحدث عنها بعد قليل، لكن درجات الحرارة العظمى متوقعة الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس تكون كالتالي: في سكاكة 24-14، تبوك 25-14، عرعر 21-11 درجة مئوية. في المناطق الغربية في جدة 31-24، 29-18 في المدينة المنورة، 33-21 في مكة المكرمة، 25-14 في الطائف. المناطق الجنوبية الغربية في جازان 28-24، في أبها 24-11، في الباحة 19-13 درجة مئوية. في المناطق الغربية من الشرقية في المملكة في الإحساء 26-11، في الدمام 26-12، وفي حفر باطن من 26-14 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في الرياض 26-12، في بريدة 29-16، وفي حائل من 26-12 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض كالتالي: 26-12 يوم الأربعاء، ارتفاع آخر 28-14 يوم الخميس، 27-15 مع أجواء مغبرة يوم الجمعة في مقدمة الجبهة الباردة، تزداد فرص الأمطار ربما في العاصمة الرياض في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة على سبت وربما نهار يوم السبت، ولكن الأمر الهام هو ازدياد كثافة الغبار. إذن حالة مطرية واسعة النطاق تستوجب الانتباه والأخذ بعين الاعتبار ببعض التنبيهات والتوصيات الهامة، يعني الحذر الشديد من جريان الأودية وتشكل السيول. هذه الحالة حالة سيول
جريان الأودية في عديد من المناطق يجب الانتباه وعدم التواجد في بطون الأودية خاص وعدم المجازفة بالذهاب إلى البر بالرحلات في ظل هذه الظروف الجوية التي قد تكون شديدة. أيضا الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار الذي قد يسبق السحب الركامية الرعدية أو الذي قد يكون ناتج عن نشاط سرعة الرياح في مقدمة الجبهات الهوائية الباردة. الانتباه من العواصف الرعدية التي قد تكون شديدة في بعض المناطق والمصحوبة بزخات من البرد والاحتماء في الداخل عند حدوثها. هذا كان كل ما لدينا في هذه الساعة حتى الساعة بالنسبة للأحوال الجوية. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية وحتى تحميل تطبيقنا تطبيق طقس العرب. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.